كان عكس اللاعبين الهلال او الاخوي عفوا اللاعب اللي عند الكره الان عادل لامي خبره ربما في المشاركه الاسيويه لان لدي مشاركه سابقه. وهذه الكره الى المزعج السنغالي بالفعل ابياس سيار تعود الى محمد اسماعيل بلا تبديلات ما بدل الاخوية والكره الان خطيره التسديده جول الاخوية يتقدم الان ويسجل وبالتالي الاخوية يتقدم بهدف نظيف هدف جميل ملعوب في مرتدة من المرتدات الملعوبة صح من محمد اسماعيل للامام الى المساكني يسكنها في شباك الحارس عبد الله الصديري ياتي الهدف الاول في المباراة وهذا حقيقة